بعد إخوتي الكرام نبدأ بالتفسير. معنا تفسير الآن نبدأ به. سامحوني لأنه يعني أيضا أحاول أبدأ بما أستطيع من الدروس وبعدين أتابع معهم ونرجع نكمل دروسنا إن شاء الله على ما هي عليه بإذن الله. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. قلنا في قولي فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. أن من تاب عليكم سامحكم أن من تاب تاب الله عليه ولو كان من أكثر أهل الأرض. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتوبة تجب ما قبلها. وقول الله تعالى فعسى يكون من المفلحين عسى كما قال ابن عباس كل عسى في القرآن واجبة. يا رب احفظكم يا رب جزاكم الله خيرا. كل عسى في القرآن واجبة. قال وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه جل في علا. هذه أيضا ردا على أنهم كانوا يطمعون في الرسالة أو في النبوة وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا أيضا فيه ما فيه من التقدم بين يدي الله ورسوله. وإن الله رد عليهم بأن النبوة اصطفاء وأن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه حيث قال الله جل في علا عندما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله تعالى ربك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وأيضا قد قال الله ردا على اليهود الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أن الاختيار على أساس أن الله تعالى يعلم من يصلح ومن لا يصلح وأن الله جل في علاه عليم حكيم يضع الشيء في موضعه وما يضع الرسالة والنبوة إلا في المحل القابل. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه جل في علاه. فكان هذا ردا عليهم عندما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وأيضا في قولهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. والمعنى أن الرسالة لا تبعث على أهوائهم وعلى ما يشتهون والرسالة تكون في محلها والله أعلم بخلقه سبحانه جل في علاه فهو العليم الحكيم أحاط بكل شيء علما. قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لأنهم يتبعون أهواءهم ما كان لهم الخيرة ولا يتحكمون في ذلك والله خالق كل شيء لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وإن الله يضع الشيء في موضعه لأنه العليم الحكيم سبحانه جل في علاه. لكن أنت ترى هنا أن الامتناع أيضا من الانقياد والانصياع والاستسلام الكبر والحقد والحسد والنظر للنفس وأهواء النفس. اللهم عافنا يا رب العالمين من هذه الأمراض الفتاكة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. أي تعالى الله علوا كبيرا فإن الله جل في علاه لا يسمع لهم ولا يحكمهم في ذلك. وأن الله أيضا إذا وضع رسالته وضعها في المحل القابل فإن الله عليم حكيم يعلم من هو المؤهل لذلك أم لا. عندما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا رد الله عليهم وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحانه جل في علاه. قال سبحان الله تسبيحا أسبح سبحان يعني أنزه ربي عن النقص والعيب. ومن النقص والعيب أن يضع المرء الشيء في غير موضعه وهذا كثير في الناس لا سيما في المتأخرين. لذلك تتأخر الأمم. وإن وضعت الشيء في موضعه الحق فأنت الذي تتقدم سريعا إلى مرضات الله جل في علاه ويجعلك الله قدما وأن تسود الناس جميعا لا سيما أن الحكمة أن يكون كل أمر في نصابه. والله جل في علاه بيّن أنه عليم حكيم ويتعالى عن النقص وعن العيب. قال سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
يعلم الله جل في علاه أنه ما منعهم إلا الكبر والغطرسة، وأنهم يشتهون ما لا يستطيعونه، وأنهم أيضا فيهم الكفر والعداوة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لذاته بل للمنافسة على الوجاهة والمكانة والتقدم. قال ويعلم ما وقال وربك يعلم ما تكن صدرهم. انظر هنا إلى لفتات مهمة جدا فيها ربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك يعلم ما تكن صدورهم، المسألة على القدرة وعلى القوة وعلى الجبروت، فالخلق والإحياء والإماتة من لوازم الربوبية، أيضا الإحاطة علما وسمعا وبصرا وقدرة وقوة أيضا من لوازم الربوبية. قال وربك، وهذا التشريف أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ردا عليه، يعني هذه الآيات ردا عليه لما كأنهم يتصاغرون، كأنهم يرون أنه لا يستحق المكانة، أراد الله جل في علاه أن يشرفه وأن يعظم قدره فأضافه إليه سبحانه جل في علاه. فانظر أخي الكريم في لفتات الآيات العظيمة في هذا الباب من البيان الراقي، بأن تعلم كيف أن الله جل في علاه يبين لك قوته وجبروته وعزته وعظمته بعلمه ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فلا يمكن أن يفوته من الذي يصلح ومن الذي لا يصلح. ثم بعد ذلك يبين لك من قدرته وقوته في المدافعة عن الذين اختارهم أصفياء وأولياء وأنبياء، فإن الله يدافع ويدفع عنهم. عندما قال وربك، عندما استصغروا المكان التي هم فيها التي هو فيها، هم يعني يرون أنفسهم فوقه، فالله يقول وربك أنت لك المكان العظيمة، وأنت الذي تستحق أن تكون أعلى الناس. وربك، والإضافة هنا كما قلنا إضافة تشريف لبيان عظيم مكانه وخطر ما هو فيه من منزلة رفيعة سامية عند ربه جل في علاه. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فالله جل في علاه يعلم خفايا الأمور والضمائر، ويعلم ما في القلوب. الملائكة أعلمهم الله ما في القلوب، قال يعلمون ما تفعلون، والهم فعل القلب يعلمونه. قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهنا أيضا فيها إظهار العلم حتى يعني تكون الحج عليهم قائمة، بأن الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأن الله يعلم من الذي يصلح أن يكون رسولا ومن الذي يصلح أن يكون نمرودا، ويضع الشيء في موضعه سبحانه. وهذه تأبى حكمة الله هداية مثل أبي لهب وكفر مثل أبي بكر، لذلك صدر الباب عندهم بالعلم، هو الذي يعلم. ولذلك قال الله جل في علاه الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى أليس الله بأعلم، شوف العلم هو بأعلم بالشاكرين. نعم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. الله أكبر، اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم ثبت لنا الجنان يا رب العالمين. قال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هنا بعدما قرر ربوبية بالقوة والقدرة والعظمة والجبروت والعلم وإحاطة العلم والاصطفاء والاختيار، قال هو الله، يعني وجب عليكم التعبد له بالانقياد وتمام الاستسلام. هذا من اللوازم، لأنه لما قررهم في الربوبية وهم يقرون بها ألزمهم الإلهية، وقال وهو الله لا إله إلا هو، يعني وجب عليكم التسليم في اختياره وفي إرساله للرسل وفي إنزاله للكتب، وهو ربكم الذي خلقكم وخلق الأنبياء والمرسلين، وهو الذي يعلم من الذي يصلح أن يكون رسولا نبيا ومن الذي لا يصلح لذلك. قال فألزمهم بعد إقرار الربوبية، ألزمهم بالإلهية، والله هو الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو، وجب له التسليم والانقياد، بل تمام التسليم والانقياد. هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وفي الآخرة، فله الحمد في الأولى يحمده أولياؤه في الدنيا، وهؤلاء الذين قال الله عنهم للملائكة عندما قالوا نحن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن من هؤلاء من الشاكرين من العابدين من الذين قد انقطعوا من أجل عبادتي وتوحيدي وحققوا ما أردته منهم. وقال وله الحمد في الأولى والآخرة، والحمد إذا انفرد نزل معه الشكر، وهذه من أعظم العبادات، وكما قلت قبل ذلك أعظم المدح والثناء
جاء في الأصفياء والأولياء والأنبياء بالشكر بهذه السمة العظيمة. قال الله جل في علاه شاكرا لأنعمه على إبراهيم، قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، والله يحب من عبده أن يكون شكورا. وله الحمد في الأولى والآخرة، يحمده أولياؤه في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة عندما يدخلون، في الدنيا حمدا عبادة، وفي الآخرة حمدا لله وثناء عليه بإحسانه إليهم عندما بيض وجوههم وأدخلهم الجنة وزحزحهم عن النار ورفع درجاتهم ونظروا إلى وجهه الكريم، فكان له الحمد كل الحمد وتمام الحمد لربهم جل في علاه. قال وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، فله الحمد أيضا في اختياره، لأن السياق مفسر، وله الحمد في اختياره أن اختار محمدا النبي، وله الحمد في اختيار رسالته، بل وله الحمد أن جعل أبا جهل كافرا عنيدا. فالله جل في علاه يحمد على كل شيء، والله فعاله كلها كمال، والله عليم حكيم، والله قدير كبير سبحانه جل في علاه. فله الحمد في الأولى وفي الآخرة، له الحمد عبادة، له الحمد ثناء على الله جل في علاه، وله الحكم وإليه ترجعون. شوف هنا تمام التسليم بعدما أمرهم بتوحيد الإلهية، كان في التفسير القيادة التام والاستسلام التام لأحكام الله الكونية ولأحكامه الشرعية. السياق على الأحكام الكونية، على اصطفائه سبحانه جل في علاه، يخلق ما يشاء ويختار، وعلى أن الله تعالى يجعل هذا نبيا وهذا رسولا، وأن النبوة ليست بالتشهي وليست باختيارهم، بل النبوة هبة من الله جل في علاه يعلم حيث يجعل رسالته. قال وله الحكم، له فصل الخطاب والقضاء، والجميع يحشرون لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة وانظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق. له الحكم وفصل الخطاب وفصل القضاء بين العباد بعد شفاعة سيد الأولين والآخرين، لأن الجميع يستشفعون بكل نبي، ويذهبون إلى آدم ويحيلهم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، تذهب إلى نبي يقول أنا لها فيستأذن حتى يخر تحت العرش ساجدا فيدعو ربه جل في علاه ويبتهل. قال الله تعالى قل أرأيتم، شوف هنا الحجة تقام عليهم هنا بإلزام الحجج لهم لأنهم كفروا بالله جل في علاه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هذه المناظرة فيها إلزام مع إقرار، فيها إلزام مع إقرار، لكن كيف ذلك؟ هذه فيها الإلزام مع الإقرار، فكيف ذلك؟ قل أرأيتم هنا بمعنى أخبروني أنبئوني، هم يقرون أن خالق الليل والنهار هو الله، وأن خالق الكون هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. نعم. قال قل أرأيتم إن جعل أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ما في نهار، الليل جعله الله سباتا، الليل جعله الله للراحة والنوم، فلو كانت الأيام كلها ليلا كيف ستكون الحياة؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة كيف ستكون الحياة؟ أرق وشدة وإرهاق وتعب وإعياء، ولا يمكن للإنسان أن يستطيع أن يعيش باستمرار الليل. قال من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، وهذه معناها أن الله تعالى هو الذي خلق الشمس والذي خلق النهار، فسبحانه جل في علاه واحد أحد، فلو عندكم إله آخر يستطيع أن يأتي لكم بضياء أو بشمس أخرى أو بنهار فاعبدوه من دون الله. طبعا هذا التقرير أن الإجابة لا إله إلا الله، إذن فاعبده وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. شوف عمل شاق وعدم نوم مستمرا، هل يستطيع إنسان أن يعيش بذلك؟ لا، الإجابة لا يستطيع. قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هنا لفتة عقدية عظيمة جدا بيانية في الآية، الآية الأولى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه
أفلا تبصرون. نقف عند هذه الآية، لكن أنا أريد اللفتة العقدية فيها المهمة جدا. ما هي؟ لا حكم إلا بعد إقامة حجة وإزالة شبهة. نعم هذا صحيح، لكن ليست هي. صراحة هي لفتة عظيمة جدا، يعني أريد بس إتقان النظر فيها، بس إتقان النظر فيها. فيها أنا ذكر كل آية يلائمها في النهار للأبصار وليل السمع فيه أقوى، فالإلزام بشيء لهم بشيء من عادات تتقدم. جزاكم الله خيرا، جميل جدا لكن ليس هي. رغم قدر الكون لا يمكن مخالفته فلا بد أن يقع. نعم صحيح. الله ربي يبارك فيك يا نعيم، يا سلام يا نعيم، عندما تزيل الغشاوة من على دماغك وتبطل صلابة في رأسك وتبعد عن أهلك وأولادك، يا سلام يا سلام، عندما تكون كذلك يا سلام، ممتاز يا نعيم. هو هنا الآن انظر إلى اللفتة المهمة جدا في هذا الباب. حي الله أهل الشام جميعا. هو قال أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا، أتى بالإلهية في مقام الربوبية. طبعا هو ما أتى بكل الإجابة، لكن هو المهم فتح الباب. أم الأبرار أتت بها ما رأيتها، ذكر الله أكبر، بركت يا أم الأبرار، أحسن الله عليك وأحسن الله عليك في إنصافك. شوفوا انظروا هنا، أتى بالإلهية في مقام الربوبية. هذا ما معناه؟ معناه أنه كأنه المقرر، أنه لابد ولزاما من أقر بالربوبية أن يكون عابدا لله وحده لا شريك له، أن يفرده هو بالعبادة، صار تقريرا. لذلك أتى بالإلهية في مقام الربوبية، أتى بالإلهية في مقام الربوبية، من باب أن الإلزام يصير واقعا، بأنه من حالكم لابد ضرورة أن تفردوا الله بالعبادة. لم يقل قل أرأيتم إن جعل الرب أو القادر أو القدير العليم عليكم الليل سرمدا اليوم، مع أنها من لوازم الربوبية، لكنه لما أتى بالإلهية في مقام الربوبية كأنه يبين لهم أن الإقرار وأنه لابد ضرورة بالإلزام أن يفرض الله بالعبادة، ما دام هو الذي خلق ونسق الكون ونظمه سبحانه جل في علاه. ممتاز. الفوائد المستنبطة: الحق أبلج والباطل لجلج، عداوة الرسل لا تحمل عليها إلا الحسد والحقد وطلب الدنيا، النبوة اصطفاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الربوبية تستلزم الإلهية. لو في أسئلة، أي أسئلة تفضلوا.